صباح النور. صباح النور. حلوة الفقرة اليوم. اليوم الفقرة عن النساء. تعكس الحلقة. وخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. دفاع عن المرأة. وأنا اليوم قلت لهم يعني مثل ما عاد متقصدين إنه يكون ثلاث صبايا بالاستديو. أنا اليوم على الحلقة كلها عن المرأة مثل ما عرفنا. حتعجبك وعد وحتعجبك سارة. يلا نسمع. صباح النور مشاهدينا، لعله من العدل بمكان أن نجعل كل يوم من أيام حياتنا يوما للمرأة، فهي الأم والأخت والعمة والخالة، هي الحنان والاهتمام، كما أنها تمكنت رغم الاضطهاد الذي ساد العالم بحقها لقرون عدة أن ترتقي وتحقق إنجازات ساهمت في ارتقاء البشرية وتطورها. واليوم في فقرة توب 10 سنستعرض النساء العشرة اللواتي ساهمن في ارتقاء الحضارة البشرية. في الرقم 10 الدكتورة إليزابيث بلاكويل، هي أول امرأة تتحصل على شهادة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد دخلت إلى كلية كانت مصرحة للفتيان فقط، وفي عام 1857 قامت بإنشاء مستوصف المرأة والطفل في نيويورك بالاشتراك مع شقيقتها الدكتورة إيميلي وصديقتها الدكتورة ماري. إلى رقم 9 وماري كوري، بحسب موقع أطلس العالم تعد ماري أول بروفيسورة امرأة في الفيزياء العامة في كلية العلوم في جامعة السوربون في فرنسا، كما تحصلت على شهادة الماجستير في علوم الفيزياء والرياضيات. كوري أول شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين، الأولى في الفيزياء عام 1903 والثانية كانت في علوم الكيمياء عام 1911 لدراساتها العميقة على النشاط الإشعاعي. يعني على فكرة مدام كوري دفعت حياتها ثمن لهذه الدراسات والأبحاث التي قامت بها، خاصة فيما يتعلق بدراسات المواد الإشعاعية، لأنها أصيبت بالسرطان نتيجة تعرضها بكثرة. صحيح صحيح، لأن الضرر الآتي من المواد الإشعاعية لم يكن وقتها معروف بالطريقة صحيح. التي يعرف ما كان كتير معروف، ولكن هي أكيد كان عندها فكرة يعني كي. هيدا فلتشوف لأي درجة مرات بيكون التفاني في سبيل العلم عن جد، يعني وأن أن تفوز بجائزتي نوبل يعني أمر عجيب في وقتها، خاصة أن المرأة لم تكن بعد بدأت بأخذ كما يقال القيمة العلمية في المجتمع الإنساني. طبعا هذا إنجاز كتير كبير طبعاً. وأيضا كانت أول أستاذة محاضرة في جامعة يعني على مستوى صح. التعليم الجامعي، يعني هذه عبرة لكل نساء العالم. الغنية عن التعريف سوزان بي أنتوني، كانت سوزان من المدافعين عن حقوق المرأة وأحد المطالبين بحق المرأة في التصويت وحقها في الملكية وإلغاء نظام العبودية. مع نهاية القرن 18 حاولت سوزان التصويت في الانتخابات، في حين كان القانون يمنع النساء من التصويت في الانتخابات، وتم تعديل هذا القانون الجائر سنة 1920 وسمي بتعديل سوزان بي أنتوني. إلى رقم 7 وإيلين جونسون سيرليف، هي أول رئيسة تصل إلى كرسي الرئاسة في أفريقيا، فقد تولت سيرليف منصب الرئاسة في ليبيريا عام 2006 وأصبحت رمزا عالميا في محاربة الفساد والديكتاتورية، وكانت من المناضلين في قضايا حقوق المرأة، وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2011 لدورها الكبير في تعزيز السلام والديمقراطية والمساواة بين الجنسين. على فكرة يعني هنا أمرين يحسبان لسيرليف، أول شيء الوصول للرئاسة، ثانيا النضال في قارة لربما ما تزال إلى اليوم تعتبر المرأة فيها يعني أقل قيمة من الرجل. صحيح، وهنا بتجي قوة النساء القويات في أنهم لما المرأة بتؤمن بقضية بتوقف فعلا عشان ما تجيب حقوقها وحقوق الآخرين. يعني يمكن ما يميز النساء الحقوقيات أنهن يبحثن عن حقوق لأخريات ربما تكون هي لهم موجودة، ولكن يعني هم بيناسعوا ينتزعوها لأخريات، يعني يحاربون بالإنابة عن الفتيات أو النساء الأخريات. وعلى فكرة أنا قرأت عندما وصلت إلى الرئاسة شكلت صدمة كبرى في أفريقيا، يعني أنه امرأة تصل إلى الرئاسة في قارة أفريقيا أمر عجيب. على فكرة مؤخرا ما بعرف إذا فيكم تساعدوني، لأن ناسي بأي بلد مؤخرا في بلد أفريقي المرأة التي قامت بالانقلاب على زوجها واستلمت الحكم، ربما في زيمبابوي، ما بعرف إذا أحمد معنا. أنا حاولت الانقلاب في زيمبابوي صحيح، قامت بمحاولة جريس الانقلاب على زوجها، اسمها أحمد المعد، ولكنها أبعدت، ولكن تحيلة إلى لمحاولة المرة الثانية مرة الثانية بتنجح.
لنستكمل ونصل إلى شيرين عبادي في المرتبة السادسة. هي محامية إيرانية وناشطة في حقوق الإنسان، كما أنها أول قاضية إيرانية تم اعتقالها سنة 2000 لانتقادها الحكم الإسلامي في بلادها. حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2003. تعيش شيرين الآن في المملكة المتحدة بعد أن قامت الحكومة الإسلامية في إيران بنفيها إلى خارج البلاد. وهذا طبعا مؤسف، يعني أن تتعرض امرأة، وخاصة أنها امرأة متعلمة وقاضية ومركز علمي كبير، أن تتعرض للنفي بسبب أوراق سياسية. يعني بعدنا شوي في نطاق بلداننا العربية، الرجل والمرأة يمكن بيتساووا بأمر واحد اللي هو يتم إبعادهم ونفيهم واضطهادهم عندما بيعلوا سقف الحرية. للأسف للأسف. في منتصف الترتيب الدكتورة ماي جيمسون، هي أول رائدة فضاء من أصول أفريقية عملت في مجال حقوق الإنسان والعمل الخيري في أفريقيا لفترات طويلة. انتقلت للعمل في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تلقت تدريباتها في برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لناسا عام 1987 وعام 92 إلى الرقم 4، وهذه المفضلة بالنسبة لي على فكرة. أنا بخبركم ليه. ملالا يوسفزاي هي أصغر الحائزين على جائزة نوبل للسلام، إذ حاولت مرارا تسليط الضوء على ظلم الفتيات في بلادها، وتعرضت لمحاولة قتل أثناء عودتها من المدرسة. تعد ملالا من أبرز الناشطين في حقوق الطفل، خاصة في مجال حقوق تعليم الفتيات. يعني سارة أنت أخبر مني بكثير في هذه الحالة، ولكن ما لفت نظري أمرين: أنها صغيرة في السن جدا، وثانيا محاولة القتل. يعني لربما شوائب كثيرة أحاطت العملية وما إلى هنالك، لكن أن تشهد فتاة بهذا السن على محاولة قتل وتستمر في النضال وفي المطالبة بحقوق الأمرأة، وأمر عجب بطبيعة الحال. يعني المؤسف كانت أن محاولة القتل هي محاولة لقتل أطفال عائدون من المدرسة، جريمتهم الذهاب إلى المدرسة. وهذه هي القضية التي تبنتها ملالة. كان بإمكان ملالة أن تختبئ وأن تختفي عن الأنظار، وربما أن يعني تنصاع لرغبات يعني اللي حاولوا يقتلوها في أنها تتوقف عن الدراسة، تبقى في المنزل، تكون مثلها مثل نساء قريتها. ولكن ملالة قررت أن تقف في وجه هذا الظلم، في وجه هذا الجور الذي يمارس على كثير من الفتيات الصغيرات، أنه يمنعنا من الدراسة، وتعتبر الدراسة بالنسبة إليهن وكأنه خدمة تقدم لهم ما لا لازمة لها. يعني مجتمع ملالة يعتقد أن من مثل ملالة ينبغي أن يتعلمنا الطهي والخياطة وتدبير المنزل. ولكن ملالة رغم صغر سنها أثبتت أنها قادرة على تحريك دول لتبني قضيتها. أصبحت دعم الدراسة للطفلات أو لصغيرات السن أو دعم التدريس قضية عالمية، استطاعت هذه باتت رمزا عالميا. صحيح صحيح، استقبلت في عديد المنتديات الثقافية. يعني قدر ما تتوقع، ما حتتخيل المجتمع الذي أتت منه ملالة كيف يعامل مثيلات ملالة. على فكرة ملالة أصيبت برأسها بطلق ناري برأسها، وكل نضالها هو يعني استكمل بعد إصابتها. أنا بدي ألفت لشغلة كتير مهمة وبتأثر فيه تحديدا بقضية ملالة، أنه الداعم الأول لها هو والدها، يلي من المفترض أن يكون منصاع لتقاليد مجتمعه، ولكنه هو وقف خلفها وهي في الواجهة ودعمها للآخر. وهون بدي أقول أنه لا تقدر المرأة تحصل حقوقها، هي بحاجة لنفسها، لأنه للأسف في كتير من النساء بيحاربوا نفسهم، وهي بحاجة أيضا لشريكة يلي هو يلي بيكون الزوج والأب والابن. وهي هي يعني رحلة النضال لتحرير المرأة وتحررها، هو بيكون إيد بإيد رجل وأمرأة. صحيح. ممكن ألفت النظر لحاجة، أنه ملالة تمردت على مجتمعها، ودائما المتمرد عندنا بنعتقد أنه هو من يتحرر، ولكن ملالة ثبتت عند قضيتها، دافعت عنها ووقفت من أجلها بدون أن تتخلى عن قيمها وعاداتها ومحافظتها. صحيح. لذلك أنا أحترم ملالة جدا. صح، وتحية إلى من برنامج صباح النور. وأنا مبسوط قد إيه أنتم متحمسين جدا بالفقرة اليوم. مش فاميليست ولا شوي. أوكي. إلى الميدالية البرونزية والتي تذهب اليوم إلى وانغري موتاماثاي. هي عاملة بيئة وعالمة سياسة من كينيا، يرجع لها الفضل في تأسيس حركة الحزام الأخضر، وهي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تمكين دور المرأة من خلال التعليم وإعطائها حقوقها المدنية والحفاظ على البيئة.
ليندا مطر تحتل وصافة ترتيب اليوم. حفرت ليندا حفر اسم ليندا في تاريخ المرأة العربية. حملت معها مخزونا تاريخيا من النضال في سبيل الحرية والدفاع عن قضايا إنسانية لتصبح رائدة في قضية المرأة والمجتمع. اختارتها المجلة الفرنسية ماري كلير عام 1995 لتكون من بين 100 سيدة حركن العالم، وتعد ليندا من أهم المناضلات في حقوق المرأة عبر التاريخ. المرتبة الأولى وهي للأديبة والكاتبة المصرية الدكتورة نوال السعدوي. هي كاتبة وطبيبة مصرية أسست جمعية تضامن المرأة العربية عام 82، وكان لها فضل كبير في تأسيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان. حصلت على جائزة الشمال والجنوب من المجلس الأوروبي لعام 2004، وفازت بجائزة إنانا الدولية عام 2005، كما فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من مكتب السلام الدولي عام 2012. وتعتبر نوال السعداوي من أكثر المناضلات التي استمر عملهن لسنوات طوال، يعني تجاوز 50 سنة تقريبا. إذا كان يسمح لي أن أقول رأيي الشخصي، بالتأكيد أنا أعود وأكرر أنه هو رأيي الشخصي، أنا أحترم نوال السعداوي جدا وأختلف معها كثيرا. أحترم نضالها من أجل حقوق انتزاع حقوق الآخرين، بحترم صوتها العالي، بحترم قوتها التي كانت تظهر بها. قد أختلف معها في الكثير من آرائها، أتحفظ عليها شخصيا، ولكن امرأة في قوتها تستدعي أن أحترمها وأن نقف لها إجلالا. على كل حال، من أهم مبادئ الحرية هو الحق في الاختلاف وتقبل رأي الآخر. والاختلاف جميل اختلاف جميل، يعني هو لا يفسد للود قضية، بالعكس هو غنى فكري يعني، وبخلينا نوسع أفقنا. بالنسبة لإلي هي الباك جراوند تبعيتها أو خلفيتها، يعني عندها عاملة اختصاصين طب وهيك، ديجا امرأة مثيرة للإعجاب بمخزونها الفكري والعلمي الكبير. أنا تقريبا بتفق معها بكثير من مواقف، وأسلوبها الأدبي وأسلوبها الكتابي جدا جميل، يعني على الرغم أنا لربما أوافق سارة في بعض الأمور، كون الإنسان لا يمكن أن لقد حالة جدلية كبيرة جدا، خصوصا في المجتمع العربي. في الوطن العربي عامة ربما تكون قد هوجمت من خارج مصر أكثر مما هوجمت من داخل مصر. أنا وضعت دكتورة نوال السعداوي في إطار، أو ربما أكثر إطار وجدت نضالها فيه، هو إطار الدفاع عن حقوق المرأة. صحيح. وخاصة المدة التي عملت فيها في هذا المجال، يعني تجاوزت 40 سنة وهي تحاول هي امرأة وتحاول. وهبت نفسها من أجل قضيتها. ليست محدودة نوال السعداوي، يعني دفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، حقوق المرأة، هيك ثوروية بأفكارها ومثيرة للاهتمام. وكما قلنا أنه مهما اختلفنا أو اتفقنا معها، يعني سقف الحرية بيحمل أنه نختلف ونتفق. على كل حال، تحية أنا لكل نساء الدنيا وللامرأة الأهم في حياتي يعني. شكرا محمد على هذه الفقرة اليوم. لا، بيقول لي أحمد المعادم، بيقول لي تحية لوالدتنا جميعا. أكيد. أهم امرأة في الدنيا الأم. أكيد. شكرا. شكرا إذن محمد، ويعطيك العافية.